عملة الشيبة تحتل المرتبة الثانية بمنصة روبن هود. شو الأخبار وهل مناسب الآن للدخول؟ صديقي وتطورات رح نناقشها بهذا الفيديو. شباب هاي أرباحنا من قناة تليجرام، بتمنى منك صديقي تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتاخذ أهم الصفقات الناجحة. وإذا كنت عمال تسألني عن منصة بتدعم اللغة العربية وسهلة التداول، أنا صديقي برشح لك منصة بيت جيت. صديقي هاي المنصة بتدعم اللغة العربية وبتدعم جميع الجنسيات. صديقي رابط المنصة راح اترك لك اياه بالوصف. شباب عملة الشيبة دائما هالعملة هي مرغوبة للحيتان. صديقي عدد كبير من المستثمرين عندهم كميات ضخمة من عملة الشيبة، عملة لاحتفاظ لسنوات. صديقي عملة الشيبة حركتها بطيئة لا تصلح للمضاربة. صديقي هي العملة تخزينية ممكن ل2025 أو ل2030. صديقي بالأوقات الأخيرة ازداد تدفق للحيتان على العملة، ومن هاي الحيتان من منصة روبنهود. المنصة ازدادت كميات اللي بتمتلكها لتصبح ممتلكاتها 36 تريليون، اصبحت ثاني اكبر عملة في منصة روبنهود. طبعا صديقي هذا مو مؤشر سعودي، لكن المؤشر لامان العملة. نسبة الامان بالعملة عالية. صديقي العملة على فريم اليوم في بعض الضعف بالفوليوم وتصحيح طبيعي مع تصحيح السوق. اما صديقي على فريم الاسبوع العملة محافظة على الترند الصاعد، يعني صديقي العملة للمدى الطويل صاعدة. يعني ممكن نقول كان القاع للعملة 5.7، نحن بالتجهيل للارقام المرتفعة. طبعا شباب مثل ما حكينا هالعملة هي حركتها بطيئة. صديقي اذا انت كنت بتفضل العملات الاستثمار بعملات الميم عليك الحذر من الحيتان، يعني صديقي الحوت بيمتلك كميات كبيرة فممكن يكسر كل مناطق الدعم. فلذلك صديقي انت ما عليك الا تخرج ارباحك اول باول. ايضا صديقي وخلي استثمارك بالعملة بشكل مدروس، ووزع استثماراتك لعدة من عملة، ووزع استثماراتك لأكثر من عملة، ولا تنسى صديقي عملة الشيبة قادمة على ضخ إعلاني كبير. وإذا كنت بتفضل أهم الصفقات الناجحة، ما عليك صديقي إلا تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وإذا كنت وصلت معي لنهاية الفيديو، لا تنسى صديقي دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب، ولا تنسى تفعل زر الجرس لينتشر هذا المحتوى لحتى الأشخاص يستفادوا من هاي المعلومات.